عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعطي الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل المكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تابولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. فيجي كورنر بلس ميكسر منقرة على الكهرباء، بتنقر كوسة، باذنجان، بطاطا، بندورة وكل أنواع الخضرة والفواكه يلي بتخطر على بالكن. مزودة بزر لتخفيف وتسريع عملية النقر، ومزودة كمان براس تاني هو عبارة عن ميكسر أو خلاط يستعمل للجاتو، كاسترد، صوص بلانش، أوملات، مغلي وإلى ما هنالك من استعمالات بدها خفق وتحريك. فيكن تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60,000، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. لكن يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم بنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما قالون إلا يستعملوا مورينجا تي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100%. والدراسات كلها بتأكد إنه المورينجا فيها فيتامين A و E، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، بروتين أكثر من حيال الفواكه ب10 مرات. والأهم إنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة، وهيك لكل الفيجيتاريان صاروا قادرين يعوضوا الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بيأكلوا لحمة. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون، مطري للمعدة، مقوي للضفير والشعر، منقي للبشرة، مؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ علبتين مورينجا تي ب 38,000 بس اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة
تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببس سلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. فيلفورم براشي يسشوار وفرشاية بنفس الوقت، يعني بتطلع هوا وبنفس الوقت بتمشط، هي على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي ونخفف الهوا والحرارة مثل ما بدنا، ومنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالفيلفورم براش بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 72 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصدعوا بس سلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.